لي عروسه. ايه ده؟ مش انت؟ فين؟ تعالي يا حبيبتي. خش برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الف الف مبروك. الله يبارك. الاكل عندكم اهو، عايزاكم تخلصوه كله. ان شاء الله. الف مبروك. تسلمي. الف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا اخويا. الف مبروك. الف مبروك يا زينب. جدع بقى شد حيلك. عايزين العيال تملى البيت. ها؟ يا رب. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك. مبروك يا معلم. ربنا يهدي سيرتك يا رب. ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك يا جماعه. متشكرين. تعالى يا رب كده وسط هنا. اسبوع اسبوعين. نجاملكم في الافراح، سيبوا العرسان لوحدهم. يلا. يلا يلا. نجاملكم في الافراح ان شاء الله. الحمد لله، الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بت. ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا تعالي خدي بنتك. عايزه اقعد معاهم شويه. مفيش شويه ولا شويتين. يلا يا بت. يلا يلا. بس خلصي الاكل كله. حاضر. حبيبه صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسه. ايه رايك في الشقه؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. أنا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. أنا كنت بحب مرات الله يرحمها. أكتر من أي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض، ونخلي في يجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس، وما ينفعش أخبيها عنك. حاجتي اللي ما ينفعش تخبيها عني يا زينب. اصل انا مش هينفع اعيش مع واحد مش قريب من ربنا. انا عايزك تصلي يا محروس. يا ست اصلي؟ عايزانا نصوم اثنين وخميس كمان. عايزك تأم بيا واصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازه دي. ان شاء الله هيكرم. ده انت وش الخير. فجأة ظلمت في وشي يا عم ونس. يا عم الدنيا ما اتربيتش، روق. أنا بعونك يا رب لو عايز طاقيت لخفة وطيرك بره البلد لا يحصل في ثانية. أنت ما تعرفش إن أخوك بقى ساحر الصحراء ولا إيه؟ السجاير بتاعتك البير ملفوفة وجاهزة ومية المية. قشطة كابيلو. حبيبي يا معلم. عندنا في الحريم. خلي البنات تدق الزار علشان أزهار. ليلتك فول يا كبير. صباح. عارف السحلية أولها فين؟ لما حبيت عسلية. من بعدها قصدك كل شيء اتلزق. بص يا صاحبي، انا الدنيا علمتني ان اللي فات اتدفن واتاخد عزاء. صح. بقولك ايه؟ قول. عايزك تشوف لي مطرح توفيق. جرى يا راشا، ما تفك الحمد دماغك شويه.
انت تقعد معايا في المطرح هنا، وهنا لا حكومه طولك ولا سوسن بدر تشوفك. أو تشبرني بقى هروح واجي وبتاع وشايب النعناع طول ما انت جنبي هروشك. امين امين. ايوه في ايه؟ ايوه انا في حضرتك تشوف البيت. طب عايز افهم بس حصل ايه؟ راشد فين؟ لا لا ماما ما اعرفش. تعرفيش في تون؟ ايوه يا بيه انا خير. تعالي لي بقى كده حلوه، تعالي خف حالي شويه، خف نفسك. راشد فين؟ ما اعرفش عنه حاجه يا بيه. وما دام ما تعرفيش بقيت بره بيتك ليه؟ اصل راشد يبقى جوز اختي، اختي عسليه، ضربني يا بيه. اقعد له سبت الحاره وجيت عند غنوة. ما تحوريش يا بنت، احصل عليا النعمه. انا بس عليا ده دم وانت واقفه، انت سامعه؟ راشد كان معاك امبارح وخارجين انتوا الاثنين من الكاميرين بالليل سوا. حصل؟ ما حصلش. باشا راشد كان عندي هنا وانا طردته الساعه 2 بالليل ومشي. طردتيه راح فين؟ والله العظيم ما اعرف. بس كده بقى نروح الاسم كلنا وهناك بقى نتكلم براحتنا. نروح الاسم ليه يا بيه؟ والله احنا ما عملنا حاجه. انا ما عملتش وحياه ربنا ما عملنا حاجه. طب اغير هدومي يا بيه، استر نفسي. طب يلا يا اخي انت وياه بسرعه. اللي انت بتقوليه ده لما يسالوك عن راشد قولي ما اعرفش. ما اعرفش ازاي؟ هيبهدلونا في الاسم دول، ودي جزاتي علشان شلتكم عندي في البيت. الله يخرب بيوتكم. فكرة يا بنت انت وياه انت بتسال. حاضر. خلي اختك تبوش مع حارس العربيه على طول. يلا يا Yeah.